السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة يعني من المدخل ديال ملعب الأولمبي بروما، كنقلوا لكم الأجواء ديال هذا الفريق، هذا اللقاء. هذا معنا أحد الإخوان مشجعين فريق الرجاء البيضاوي، اللي انتقل من أي مدينة خويا انتقلتي؟ من مدينة أنكونا. من مدينة أنكونا اللي انتقل خصيصا باش يشاهد الفريق المفضل ديالو فريق الرجاء البيضاوي. خويا شنو يمكن تقول لنا على هذا اللقاء هذا؟ هذا اللقاء أخويا محبي إن شاء الله لعب، يعني لعبوا إن شاء الله بكل روح رياضية، وكنتمنى الفوز للفريق الرجاء البيضاوي العالمي، وكنتمنى كنتمنى كنتمنى الرباح لينا ان شاء الله. شكرا على ما كاين وديما راجع. شكرا يعني. شكرا خويا، وبالتوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. معنا كذلك الاخ هذا اللي غادي لنا بواحد الكلمه بمناسبه هذا اللقاء هذا. السلام عليكم، احنا مغاربه اللي في ايطاليا تنشجعوا فريق الرجاء البيضاوي، لان الرجاء البيضاوي عنده كلمه وعنده زعما، كاين بغينا نشجعوا من القلب، بغينا نكون الرباح ديما للرجاء، وتكون واحد النقطه ديال الكره المغربيه في ايطاليا. والاهم هو انه يعني الروح الرياضيه هي المهمه، بحيث ان هذه المباراه هذه وحدت بين جميع مشجعي جميع الفرق المغربيه، بحيث انني تلاقيت مع اخوان من خريبكا، من مراكش، من صالح، كل شيء كيشجع فرق رجاء البيضاوي، رجاء المغرب، رجاء الشعب، وديما ديما رجاء.